هنبدا دلوقتي نشتغل على السكريبت الثاني عندنا في المجموعه والسكريبت الثاني اللي هو فرونو 2 هنزله برضه دراج اند دروب زي ما كل السكريبتات متظبطه على كده برضه هنجرب دلوقتي يا جماعه على مثال بس ممكن يكون مختلف شويه ما ننساش زي كل مره اف 4 المره دي انا هستعين باجسام تانية ثانويه موجوده معانا هستخدم الجيوس فيه ده بس ممكن يكون عدد الاضلاع فيها اقل شويه هعمل شيفت وموف لنسخة تانية سي مثلا في المكان ده وهنا بقى الحقيقة الموضوع مختلف ليه؟ هنبدأ الأول ونقول له بيك كونتينر مش ده اللي أنا عايز أحتفظ بيه شكل المكعب ده هو اللي أنا عايز أحتفظ بيه بعد كده هيسألك سيلكت جروب أوف أوبجيكتس فأنا هختار مثلا الاثنين سفيرز اللي أنا حطيتهم بيفتح لك القايمة بتاعة السيلكت أوبجيكت مش بتقدر تختارهم زي المرة اللي فاتت ريل تايم من السين فمفيش مشكلة اخترتهم هقول لهم جيت أوكي وبعد كده هقول له دو وناخد بالنا يا جماعه ان السكريبت ده بياخد وقت شويه اطول من اللي فاته فده عايز مننا شويه صبر ممكن ياخد 10 دقايق ممكن ياخد 5 دقايق ممكن ياخد اكتر واقل على حسب طبعا الكومبلكسيتي بتاعت الموديل بتاعك لكن في كل الاحوال بيكون ممتع جدا جدا انت وانت قاعد بتتفرج عليه بيبدا يديلك التكوينات هو ايه اللي بيحصل حقيقة هو بيعمل اسقاط من التكوين الهندسي بتاع السيركل او بتاع الجيوسفير اللي كان موجوده على البوكس اللي كان موجود هتلاحظ فرق اللونين هتلاحظ حتى اللون الاخضر اللي كان موجود هنا ده مركز الجيوسفير اللي كانت موجوده فبدا يعمل لك اسقاط بس بيعمل لك يونتس او وحدات بتكسر البوكس بتاعك بناء على التكوين ده طب لو ما كنتش استخدمت الجيوسفير واستخدمت شكل هندسي تاني هيكون حاجه ممتعه جدا استمتع كده وابدا جرب الاشكال المختلفه وبالمناسبه كل واحده من هذه الوحدات تقدر تاخدها تمسحها تكبرها في السكيل تعمل عليها بعد كده تكوين معماري من وجهه نظرك انت شايف ان هو افضل اول ما الكتله اللي موجوده على اليمين هيبدا يشتغل في الكتله التانية بتاعه الجيوسفير اللي موجوده على الشمال آآ طبعا الموضوع هنا يعني مهما اقول لك قد ايه محتاج منك عشان تجرب وتبدا انت تنوع فيه وتقدر ممكن تمسح اجزاء ممكن اعمل هنا مثلا انترنس فامسح كل هذه الاجزاء وخلي الاستراكشرز بتاعتها هي بس اللي تبقى نازله يعني هنا الحقيقه بيدي لك امكانيات صعب جدا على العقل البشري ان هو يستنتجها لوحده يعني لو كنت بتفكر بالورقه او بالقلم او بتفكر حتى باستخدام ماكيت تقليدي مش هتقدر تطلع هذه الافكار لكن ده هيساعدك مش هيصمم لك 100% انت المعماري انت اللي بتصمم لكن هيساعدك في التكوينات اللي انت عايزها اللي ممكن تبقى مستوحاه من كونسيبت حاجه موجوده في الطبيعه او حاجه انت حابب اه تستعيرها من الطبيعه الفورنوي كله اصلا باترن موجود في الطبيعه زي ما احنا شايفين هنا اعتقد كده يعني خلاص انتهى من الموضوع فاضل بس حاجه بيقفل الشغل بتاعه كده تمام نقدر بعد كده اهو نلف هنلاحظ هنا الباترن الموجود انا معلش هدي له لون برضه جراي شويه عشان اللون الجراي ده بيوضح قوي الاثنين مع بعض اهو فهتلاحظوا هنا ان هنا كان السنتر بتاع الجيوسفير الاولانيه وهنا كان السنتر بتاع الجيوسفير الثانيه اللي زي ما باكد ثاني انا كان ممكن اهو اخد مثلا بعض الكتل الموجوده هنا دي وانا مش عايزها هعمل لها ديليت والكتل اللي تحت برضه دي انا مش محتاجها لها برضه ديليت فكده كاني عملت مثلا مدخل بيبين لي او عامل ريفيلنج ل جزء من الكتل ده اللي انا مثلا كنت حابب ان انا اجربه آه حابب اوسع شويه مثلا المدخل انت بقى كمعماري فكر انت ممكن تستع... يعني توظفها ازاي فعملت هنا مثلا اوبننج لا والله الحته الثانيه اللي هنا انا ممكن اختار بعض الكتل اللي موجوده فيها وليكن مثلا المجموعه ديت وحبرز بيهم ل... للداخل مثلا او للخارج شويه زي ما انت عايز حابب تختار بعض الكتل الثانيه وترجع تعملهم سكيلينج وتتاكد في السكيلينج زي ما كنا اتفقنا انك بتختار كل كتله بتصغر لوحدها فكمان ممكن فهيبدا يدي لك اهي قدر من التشكيل يعني جميل جدا برضو خيالك هنا هو السقف فكر كتير جرب كتير اعمل اكسبيرمنتيشن وانت فاضي عشان لما يجي لك مشروع تبقى اوريدي اتمرنت او عندك المقدره الابداعيه انك تقدر تطلع الحاجه اللي انت بتدور عليها من غير ما تقعد تضيع وقت كتير في زنقه المشاريع احنا عارفين بتبقى شكلها ازاي. هشوفكم في التوتوريال التالت ان شاء الله وما زلنا بندرس السكريبتس الخاصه بموضوع الفورونوي الفوليومتريك